ضيفتنا الكريمة والله مهما حكينا ومهما قلنا في مقدمة يعني تستاهل هي أكثر. هي بحد ذاتها هي مقدمة عن كل شيء بحضورها المتميز والمتألق، ودائما تقدم النصيحة للكل. ضيفتنا المميزة الشيف هنوف البلهان، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والكرامة، حياك الله يا هلا فيك. شلون صحتك؟ خير الله يسلمك. موفقة إن شاء الله من تألق إلى تألق يا رب. ومثل ما قلنا بالمقدمة كانت البداية بالشيف والأمور هذه اللي كنت مهتمة فيها وكنت ضيفة، وبعدين انطلقتي مع عالم البرامج واليوم انطلقتي في عالم الاستشارات والأمور هذه كلها. هنوف وين رايحة؟ وايد في انا عندها وايد اشياء تسويها. هو عموما انا الحقل مالي اللي هو الفود، بس تدري كل ما زادت عندك خبره كل ما تطور الموضوع عندك المهني. صحيح. ففضل الله يعني 20 سنه في هذا المجال تطورت عندي وايد اشياء، فحاليا دخلنا في موضوع الاستشارات والبزنس وانتقلنا حق الخليج والعالم وشركات عالميه. ممتاز. فكل ما له تطور بفضل الله. ممتاز، كلمينا عن هذا التطور الاخير. حاليا المين مالي او الشغل الرئيسي اللي قاعد اشتغل فيه هو جزئيه الاستشارات. يعني اشتغلت في الكويت في اكثر من مطاعم وشركات تجهيزات غذائيه وفي الخليج، بالاضافه حق شركات تصنيع غذائي. يعني دخلنا في جزئيه التصنيع الغذائي، فصرت مستشاره حق شركات تبي تصنع منتجات غذائيه تنزل في الاسواق. غير موضوع اللي هو انك تكون شيف واقف في مطبخك ومطعم او مثلا شركه او مطبخ في البيت تشتغل فيه. يعني انت تشوفين السوق شنو محتاج مثلا؟ لا انا ما اشوف السوق شنو محتاج، انا صارت عندي خبره. قاعد اقول لك انا 20 سنه انتقلت من مكان الى مكان الى مكان. هذا الانتقال التمرحل هذا والتطور يكسبك خبره. بالضبط. فيبدي يصير عندك خلاص من تبدي تعرف انت وين صارت في خبرتك تبدي الناس تطلبك فيه. بالضبط. انا هذا اللي بوصل له. انت اليوم شنو قاعد توظفين الخبره فيه بالضبط؟ يعني انا مقبل على مشروع، انت شنو ممكن تفيديني فيه؟ يعني حاليا شركه الاستشارات اللي احنا قاعد نقدمها احنا ممكن نسوي كونسبت كامل، يعني المشروع ناخذه من الالف الى الياء. نبدي شنو فكرتك، شنو المحتاج من معدات، من مكان، من تراخيصك، من تدريب العماله، من المنيو، ناخذه في كل التفاصيل. اكتشف الشيف بداخلك، هذا شيء ثاني. ها بعد مو انت تروح وتقعد وتقولك وحوار واسئله وتكتشف. لا يبا ياخذونك رحله يودونكم برا وتكتشف نفسك انك انت شيف. شلون هالسالفه هذه؟ خل اقول لك اياها. انا وايد سافرت والسفر وايد طور عندي هذه الحرفه وهذه المهنه، فوايد حسيت ان في شيء ابى اقدمه حق الناس اكبر من جزئيه اني انا اسوي لهم كتاب او اسوي لهم برنامج طبخه وكذي. فحسيت ان لا، السفر دائما في عده فوايد وتعلمك تفاصيل اكثر من لما انت تمسك لك كتاب وتقراه او تشوف برنامج وتتابعه. فقعدت افكر شنو ممكن اقدم حق الناس، وخاصه ان انا مشغوله حتى في مجال الميديا ما عندي الوقت اني انا اطلع في وايد واقدم. يما جتني هالفكره ان افضل يعني شو اقول لك طريقه للتعلم فانك انت تاخذ ناس كلها حابه هذا المجال وتاخذهم حق دوله. الدوله هذه لما تكتشف ثقافتها راح تعرف المطبخ مالها شلون نشأ وعلى اي اساس اخذ الصيت. زائد انك انت تكتشف نفسك، هل انت فعلا مستعد انك تكون شيف؟ لان وايد ناس الحين باديه تطلع في هالمجال وبيفتح له كافيه وبيفتح له مطعم. صحيح. فلما تروح وتشوف اكثر من مكان واكثر من طريقه وشلون تطور، هو مو انك تفتح مكان، ان هل المكان يستمر ويتطور. فالسفر يخليك اول شيء تطلع من دائره الامان اللي انت متعود عليها، وتبدي تشوف التجاره شلون ماشيه، وتبدي تشوف هل هذا المجال انت فعلا انت بتكمل فيه ولا لا، هل هذا كسبك خبره ولا لا، وتفاصيل ثانيه. بس بطريقه حلوه، بطريقه محببه، لان السفر عاده ما يكون فيه مرح اكثر. فانت يعني حاولت اني اخذها من اكثر من جهه، ناحيه نفسيه وناحيه اقتصاديه اكثر، يعني بزنس شوي فيها اكثر، بالاضافه للاكاديميات يعني والاشياء اللي اسويها في رحلاتي. هي مو رحلات سياحيه فقط او تعليميه، هي بعد فيها تدريب. يعني احنا نروح حق اكاديميات عالميه في كل دوله احنا نزورها ونبدي ناخذ فيها كورس نتعلم فيه اساسيات المطبخ الدوله نفسها، بعدين نفتر على مزارع، على مصانع، على سوقه، كل الرحله تكون متخصصه. جدول كامل يعني. جدول كامل. كم رحله للحين نظمتي؟ احنا رحنا رحلتين، رحله الاولى حق تركيا.
والكل عارف تركيا يعني غنية عن صحيح. التعريف، مطبخها غني. والرحلة الثانية اللي كانت مميزة بضيافة الفنان سليمان القصار والشيف صحيح سليمان القصار كانوا ويانا، صحيح. كانت حق الهند بلد العجائب، اي الهند هذه الرحلة الأخيرة هذه هذه الأخيرة. إيه. عندنا رحلة جاية إن شاء الله. وفي ناس كثير اشتركوا معاكم، والله الرحلة هذه تقريبا ما يقارب 40 شخص كانوا ويانا وكم واحد اكتشف من نفسه الخليج بال40؟ كله، وايد. في ناس محترفين، في ناس شفات جايين ويانا، في ناس لا هواة، عرفت؟ فكل واحد لقى مجاله، وكل واحد لقى شيء ما كان متوقعه. وفي ناس كانت جايه حق من باب المتعه والفن، هم بعد اكتشفت اشياء ثانيه. والاحلى ان في معانا ناس كبار بالسن، هذول كان الهدف انه نبي نتعرف على هذه الدوله وبنشوف مطبخها، وبنفس الوقت بنشوف هنوف شنو عندها، وسليمان القصار شنو بيقدم لنا. فكانت الرحله مزيج ما بين الخليج كله، يعني كان حلو. قاصدنا بس عمان، الخليج لا كله كانوا ويانا يلا هذه رسالة حقه، ما شاء الله شاركوا ان شاء معاكم الله باذن بعد الله. اللقاء. طيب كلميني عن ايضا ما شاء الله تبارك الرحمن عندكم ايضا جانب انساني، صح، ما تركتوا هذا ولا غفلتوا هذا الامر، كلميني عن نطبخ لاسعادهم. فريق نطبخ فريق لاسعادهم، نطبخ اي لاسعادهم، كلميني عن الفريق فريق هذا. نطبخ لاسعادهم. يد فكرته ان احنا حرفتنا وايد حرفة مميزة، شلون احنا ممكن من هذه الحرفة او هذه المهنة نقدم حق الناس او المجتمع شيء يفيدهم. فجت فكرة ان احنا ممكن نجمع تبرعات من خلال الطبخ اللي احنا نقدمه، سواء في اماكن عامة او في احتفاليات وفي فعاليات، والريع هذا يروح حق ناس محتاجة. بعد ما تكون هذا الفريق، المؤسس الفريق شيف مساعد ادريس، وعقبها انا، وبعدين شيف ابراهيم زينل، والحين حاليا معانا عضو رابع اللي هو شيف فواز العميم. بعد المشاورات والتجارب صار عندنا لا يا جماعة احنا بنطور الموضوع حق شيء اكبر من كذي. فصار الهدف الحين ان احنا في كل دولة نروح لها او كل مقر حق ايتام احنا نروح له، ندرب الايتام بحيث انه يصير عندهم ورشة، هذه الورشة تهيئهم من خلال دراستهم في هذه الدار انه بعد ما يتخرج او بعد ما يوصل العمر يطلع من هذه الدار الايتام يكون عنده حرفة، واللي هي الطبخ، وكونها هي حرفة عالمية والكل يتفق عليها. صحيح. احنا دورنا شنو؟ دورنا ان احنا نجمع التبرعات، ننشئ هذه الورشة، نحط ناس مهيئين فيها، ونحط المادة التدريبية، بالإضافة إلى الرحلات الإغاثية. يعني حاليا عندنا رحلة إغاثية حق اللاجئين السوريين في تركيا، بارك الله وهم نفس فيكم. الوقت راح نقدم وجبات حق الأيتام اللي موجودين هناك. ومن خلال حملتنا نجمع التبرعات، احنا مع أن احنا نعلم الإنسان صنعة، ما نخلي طول عمره يعتمد على على غيره. رعاية صحيح. الناس له. ومن الكفيل في هذه المواد الغذائية واللي شاركوا احنا معاكم حاليا وعدد رايحين، أعضاء الفريق الأربعة بس اللي ذكرتيهم؟ حاليا رايحين أربعة ويانا متطوعين. احنا رايحين مع فريق دانا التطوعي، فريق دانا التطوعي صار له أكثر من سنة، حاليا رايح تحت رعاية الهيئة الخيرية العالمية. يعني احنا في مظلة قانونية قانونية حكومية، مو رسمية. رايحين صحيح. بطريقة عشوائية. إيه. فمع فريق دانا، دائما يروحون حق هالمنطقة هذه بالذات. فاحنا تبرعنا هالسنة ان احنا نكون، ووفقنا للأمانة ان احنا نكون بالضبط وياهم مثل ما انتم شايفين. ان شاء الله راح نروح، هذه رحلة الهند، في صور ثانية، هذه رحلة الهند اللي كان فيها التدريب اللي كنا قبل شوي. كل الصور بالطريق جاية إن شاء يا الله. اوكي. لكن من الداعم الرئيسي حق المواد الغذائية اللي تاخذونها معاكم وغيركم، وتبرعاتكم الشخصية ولا من لا ضمن احنا تاخذون التبرع التبرعات؟ عندنا حتى مو عيني، تبرع مادي ودايركت حق اللجنة، يعني ما في شيء نستلمه بإيدنا على الهيئة، اللينك مال الهيئة، وتدخل في البنوك، ومثل ما قلت لك موثق دوليا من هذه المبالغ انتم تشترون المواد الغذائية؟ هناك. وحاليا بعد على أحداث اللي صايرة في حلب، من جزء الله من يفك الريع عنكم يا رب. هذا راح يروح دايركت حق اللي موجودين في حلب بإذن الله، للنازحين هناك. للنازحين هناك. للنازحين. اي وزيارتكم القادمة متى قلتي؟ بإذن الله يوم الجمعة احنا طالعين لهم طالعين حق بإذن الله. النازحين. قواكم الله الله وعسى الله يكون يسلمك. بعونكم إن شاء الله، ويجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم. آمين يا رب. حضرتك أيضا حاصلة على دبلوم عالي في الطهي. الناس يقول خلاص يكتفي الواحد عنده هذه الخبرة وتعرف الطباخ، زاد النفس يكون حلو يعني أيضا بالطبخ، معقولة محتاجة إلى شهادة عشان تثبتين حق الناس أنك أنت شيف عالمي مثلا؟ ما الناس يعرفوا طريقتك انا ويعرفوا. ما بأثبت حق الناس اني انا شيف عالمي، انا ها بأطور نفسي. انا عندي قناعة ان العلم ما له حد في اي مجال انت تكون فيه. فانا شفت نفسي ان انا محتاجة اطور نفسي اداريا،
في هذا السيستم. وفي حرفيات بسيطه يبقى المطابخ اللي عندنا او الاماكن اللي انا تدربت فيها ما علمتني هذه التولز الصغيره. ها يعني استفدت من الدراسه؟ أكيد. في شيء جديد تعرفتي عليه؟ في معلومه تتعلمها يوميا ما تفيدك؟ ما في أكيد كتاب، أكيد. ما في معلومه، ما في دوره ما تطور الانسان، فشيء طبيعي انك لازم تطور نفسك. وانا بالنسبه لي كهنوف انا وايد عندي طموح اكبر من ان انا اوقف يصير عندي مطبخ واطبخ. وين خذيتي هذه الشهاده الدبلوم العالي في الطهي؟ وين في شيء اخذته اونلاين وفي شيء اخذته في امريكا. في حلو، ايش تعلمتي بامريكا؟ هذا الدبلوم لا هذا هذا في شيء ثاني اللي هي اداره المطابخ والمطاعم. الاداره واستفدتي منها استفاده كبيره يعني اختصرت على طريق يعني. بالضبط، وعلى اساسها اسست اللي هي شركه التجهيزات او اداره التجهيزات والمطابخ والمطاعم. نبي الصدق الحين عاد بالشفافيه، اكثر شيء يعني الماهر اكثر شيء المراه من الرجل للامانه؟ ما في منافسة، أنا ما أقدر أقول لك في مو منافسة أكثر بينهم. ناس مميزين في الطبخ يعني. لا شوف، هي كمهنة هي جدا متعبة ترى، مو مهنة. إي صح. فاللي قاعد تشوفه حاليا موجود في العالم ومتميزين فيه الرجال لسبب إن هي مهنة متعبة، يعني فيها مشقة جسدية أصلا. يعني آه حتى يعني كون في الرجل يعني عنده الجسد القدرة يتحمل جسديا أكثر. يتحمل. إي الشغلة الثانية لازم فيها تطوير ولازم فيها سفر. وبعدين المطابخ، إذا الناس تدري أو ما تدري، المطابخ الفنادق والتجهيزات الغذائية هذه ما تسكر 24 ساعة شغالة، لأنك أنت عندك أوردرات طول اليوم. صحيح. فهذا المطبخ مثل المستشفى، مثل المخفر، مثل أي مكان ثاني. ففي أماكن المرأة ما تقدر تكون 24 ساعة متواجدة فيها، بس هم يبقى للحريم لمسات ما يقدرون الريايل. يعني انا ما اقول منافسه لان انا ما عندي قناعه ان المراه تنافس الرجل، انا اشوف كل واحد له امتيازاته، يبقى في تفاصيل المراه هي مميزه فيها. ما شاء الله عليهم، شوف ربعنا اللي يطلعوا بس البر وهم اللي يطبخون، اللي يطلعوا البيت ما حد يطبخ. الريايل؟ اللي يطلعوا البر ولا البحر لا، البر هذا اجواء يطبخون ثانيه، وكذا كشته ويفتحوا حتى وناسه. الطبخ وغيره. صحيح، نفسيه حلوه. زين انت الحين شخصيه اللي تحبين تاكلين من منو بالضبط؟ من ايد منو بالضبط؟ اذا انت تبين تاكلين مثلا تبين الشيف هذا او لا، انا جدا بسيطه في الاكل، اقبل اي اكل يجيني سواء في البيت، حتى العامله عندي في البيت اكل من ايدها. بس شيء طبيعي، اكل امي غير، يعني ايه؟ اكل امي غير، يعني الشيء الوحيد اللي احس اني اولح عليه وابي مهما كان، بس طيب اني اذوق من كل مكان ما عندي مانع. ما يعني عندي. اذا رحتوا مطعم مثلا انت وصديقاتك مثلا انت والاهل، ما تبدين رايك، ما تبدين نقدك، ما تاكلين بطريقه الشيف ولا تاكلين بطريقه والله طالعه هو الشيف عاديه؟ تاكل وتعلق بينها وبين نفسها، ما تعلق برا، خاصه لما تروح حق ناس، يعني مثلا ساعات ناس عازميني فيكون هو مشتهي المطعم، انا ما يعني مو وايد احبه، ما اقدر اعلق عشان ما اضايق خلقه. وساعات يكون في ناس لا ناطره نقدي الموضوع، فانا اكون حريصه جزئيتنا. يا جماعه انا معزومه ترى اليوم، ايه؟ انا مو الشيف، انا حالي لكن حال الناس. الصج بيني وبين لما نفسي لا تركبين اقول، السياره وتقعدين تقولين ترى الاكل لا كذا. بيني وبين نفسي اقول، واذا حد طلبني رايي اقوله بكل وضوح بصراحه، انا ما اغشمر في هالموضوع، الناس تعرفني يعني في جزئيتنا. تبي رايي اقول لك رايي. زين اقرب طبخه لك انت اللي تحبينها اللي تحبها هنوف، يعني تحرص دائما يعني ما يطوف اسبوع الا الاكله هذه لازم تكون موجوده. شوف انا عندي طبختين، يعني ما يطوف اسبوع الا لازم يكونوا موجودين، المعدس ومرق الباميه، هذا لازم يكون. حتى ولدي يعني من عشاق هالطبقين، فما يطوف اسبوع الا لازم يكون هالطبقين. وبالنسبه للحلو؟ حلويات ما عندي قاعده، الحلويات اي شيء يعني احلي فيه، يعني ما عندي لازم الجيمات ولا لازم صب، لا 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 عادي اللي موجود. عادي الموجود. كل مجال فيه منافسين. صح. اليوم من منافس هنوف البلهان او هنوف تنافس من؟ هنوف تنافس هنوف. هنوف تنافس هنوف، فعشان كذي دائما تشوفني حريصة على جزئية اني اطور نفسي. انا عندي قناعة ان كل واحد له خلينا نقول السيجنتشر ماله او التوقيع ماله، فما في احد يقدر يصير كوبي من احد. فعشان كذي هنوف اللي تنافسه دائما وتحاول انها تطوره هنوف. بارك الله فيك هنوف البلهان، شكرا جزيلا لقبولك هذه الدعوة. حياك موفقة الله. ان شاء الله. شكرا لكم. تقولين شيء؟ والله انا اقول حق اهل الخير اللي يبي يساهم ويانا، لا يخلي اهلنا في سوريا خاصه محتاجين. ويعطيكم العافيه. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. كل شكر لضيفتنا الكريمه، والشكر موصول لكم مشاهدينا، وان ممكن تتابعونا تصبحون على امن وامان. صحب الابدان، كنت معاكم راشد حسن، الى اللقاء.